كابتن اسامه، يمكن وانا بتكلم انا وحضرتك بين الشوطين اتفرجنا على جزء من الشوط الثاني، قلنا النادي الاهلي النهارده في افضل حالاته الفنيه من فتره كبيره. كويس؟ بيقدم اداء النهارده عالي مقارنه بالمباريات اللي فاتت. كويس؟ ولكن نتيجه المباراه 2-2 غطت للاسف على الاداء الجمالي ده، ونست الناس حته الاداء الجمالي، يقول لك انت تعادلت 2-2 وصعبت الامور على نفسك وخسرت نقطتين. يعني للاسف الكره ساعات في بعض الاوقات او بعض المواقف بتكون ظالمه. النهارده لو بتقيم النادي الاهلي على مستوى الاستحواذ، مستوى خلق الفرص، كل الخطوط، النادي الاهلي النهارده بيقدم مباراه من افضل مبارياته خلال الفتره اللي فاتت، لكن النهارده لا نغفل عنصر التوفيق وهو عنصر مهم في كره القدم. عنصر التوفيق النهارده كان غايب عن لاعبي النادي الاهلي، كان غايب عن حكم المباراه، صحيح، كان غايب عن موسيماني في لقطه مهمه جدا وهقول لكم عليها لقطه ايه يعني. بالنسبه لموسيماني خلينا نقول لعيبه النادي الاهلي الاول، لعيبه النادي الاهلي كم فرص كبير. المدرب النهارده وهو بيشتغل مطالب ان هو لو ما بيوصلش اللعيبه للمرمى، لما بيحطش تشكيل يوصل المرمى يبقى عليه نقطه علامه استفهام. مظبوط. لكن النهارده النادي الاهلي موسيماني تشكيلته من بدايه المباراه تشكيله هجوميه، صح، سمحت للنادي الاهلي بالوصول اكتر من مره في الشوط الاول. صحيح. حتى التغييرات اللي عملها الشوط الثاني وكان في فرص اقل في الشوط الثاني اضافت باهداف. مروان محسن اللي نزل الشوط الثاني احرز هدف، ومحمد مزبوط. شريف اللي احرز هدف، تغييرات هجوميه. مظبوط. فتغييرات هجوميه، لكن حته عدم التوفيق حتى في الهدف اللي جابه النادي الاهلي عن طريق محمد شريف، شوف الكره وهي داخله راح الاجايه، حتى برضه راح في العارضه وراجع لمحمد شريف، تحس ان داخله زي ما بيقولوا بطلوع الروح. بالعافيه. فده شيء وارد في كره القدم، يبقى عندك يوم في عدم توفيق، لكن برضه لا نغفل النهارده حته الرعونه الكبيره من اللعيبه. كان لازم وانت في ال 18 بتبان الشخصيه بقى، بيبان الهدوء، بيبان انت لعيب النادي الاهلي، فلازم يبقى عندك الخبرات انك تقدر تخلص المباراه في لعبه من اللعبات دي كلها. الحاجه الثانيه الحكم، الحكم النهارده واحنا بنقول عدم التوفيق هنقول لا، ظلم النادي الاهلي ظلم كبير جدا، رغم ان رضوان جيد من الحكام المميزين جدا في افريقيا، لكن النهارده كان غير موفق في ركله الجزاء، ركله جزاء غير صحيحه بالمره، ما فيهاش اي حاجه. الحاجه الثالثه بقى تغيير موسيماني في الدقيقه 70، مروان محسن احرز هدف في الدقيقه 70. عايزين نرجع لمباراه طلائع الجيش اللي فاتت، النادي الاهلي لما عمل نفس التغييره خرج حمدي فتحي بقى السوليه وبقى قفشه في وسط الملعب. أيوة. النادي الاهلي لما احرز الهدف مع عجايه في الثانيه اللي بعديها وكان باقي دقيقه، أيوة، غير اليو ديانج نزله في نص الملعب عشان يقفل نص الملعب. أيوة. واحنا كلنا استغربنا ازاي ده فاضل 30 ثانيه ولا 40 ثانيه. أيوة. لا، هو الهدف مش بيراضي اليو ديانج على قد ان هو في ال 40 ثانيه ده بيقفل الملعب. خلاص. فدي النهارده دي تفاصيل صغيره. النهارده لما مروان محسن في الدقيقة 70 بيحرز هدف، كان لازم في الدقيقة 71 ولا 72 لازم يستعين بحمدي فتحي في وسط الملعب. أيوة. يغير الملعب تاني، يرجع لطريقة اللعب اللي كان بيلعب بيها في الشوط الأول. أيوة. التفاصيل الصغيرة دي مهمة، مهمة. النهاردة شوف ركلة الجزاء، شوف نص الملعب، عمرو السولية وقفشة اتنين وسط ملعب ما بيدافعوش، ما عندهمش القدرة الدفاعية زي اليو ديانج وزي حمدي فتحي، فكان النهاردة لازم يكون في تدخل سريع من موسيماني. النهاردة أنا وصلت بالهدف اللي انا عايزه ان انا كسبت 2-1. أيوة. كان لازم في الدقيقه 72 اغير تغيير حمدي فتحي دي على حساب حتى اجايه، كان ممكن اجايه يخرج والعب 3 نص وارجع لطريقه 2 ارتكاز واعدل الملعب تاني. هو ممكن يكون الخطا اللي وقع فيه ان هو غير الاربع تغييرات، الاربع تغييرات اللي ليه في 3 مواقف. بيقول لك القانون ايه؟ ان انت بتغير في 3 مواقف بس، فاهم؟ فهو غير 4 خلاص في 3 وقفات، يبقى ممكن نعذر موسيماني في الحته دي، لكن النهارده كان يعني التغييره دي كانت مهمه جدا، خاصه ان اليو ديانج غير عمرو السولية. اليو ديانج لعيب بيدافع في وسط الملعب ولعيب بيكمل في الناحيه الهجوميه، عنده قوه بدنيه عاليه. انت شوف ركله الجزاء اللي حصلت لفيتا كلوب، هي طبعا ركله جزاء يعني غير صحيحه طبعا وهمية. لكن النهارده فين وسط الملعب المدافع اللي يمنع الهجمه من بره اصلا؟ مزبوط. فالنهارده الراجل داخل ال 18 باريحيه، فهي دي النقط والتفاصيل الصغيره، لكن في المجمل النهارده مباراه كره القدم ظالمه في وقت من الاوقات. النهارده لعيبه النادي الاهلي تستحق الفوز، خاصه لو احنا شفنا الارقام بعد المباراه كلها في صالح النادي الاهلي.
الحاجه صحيح. الثانيه وكنا بنقول عليها، لو انت بتلعب على ملعبك، لو بتلعب على ملعبك صحيح. لازم تهتم بالنواحي الدفاعيه وبره ملعبك النواحي الهجوميه. اللي بيكسب بطوله ما بيكسبهاش من بدايه الهجوم بتاعه بيخلق فرص، لا بيبداها من ان عندك مظبوط خط دفاع قوي ما يدخلش في مرماك. النهارده انك النقطه السلبيه في مباراه النهارده رغم انت خلقت فرص انك يدخل هدفين فيك على ملعبك صحيح، يعني دي من النقط الصعبه جدا، يعني صح. انك انت بتلعب فيتا كلاب وتتلقى هدفين. فالنهارده يوم يعني هارد لك لعيبه النادي الاهلي، لكن لسه الفرص قائمه بنسب كبيره للنادي الاهلي، يعني لسه المواضيع لسه قائمه. انت لسه تروح لعب فيتا كلاب على ملعبها هتكون مباراه طبعا صعبه، مباراه مش سهله، خاصه هناك ملعب بتاعهم نجيل صناعي، لعيبه النادي الاهلي ما مش متعودين على النجيل الصناعي فهيقابلوا صعوبات في الملعب ده. لكن لسه النهارده عندك 9 نقاط فيتا كلاب بره، عندك المريخ بره، عندك المباراه الاخيره، وده من حسن حظنا ان المباراه الاخيره مباراه سيمبا التنزانيه تكون على ملعبك، يعني عكس ما تكون المباراه الاخيره بره ملعبك ممكن تواجه فيها صعوبات. لا انت النهارده المباراه الاخيره يعني اذا كنت محتاج فيها تكسب اهداف بعدد معين محتاج فيها المكسب، فكويس برضو من حسن حظنا ان المباراه الاخيره على ملعبك، لكن لسه الاماني قائمه باذن الله رب العالمين.